السلام عليكم يا جماعة، اليوم راح يكون عندنا مقطع جديد، واليوم بإذن الله راح نلعب لعبة طفل من الحرب العالمية. الحلقة اللي طافت جماعة يعتبر ان احنا كملنا شابتر كامل وشابتر الشتاء، واليوم راح ندخل ان شاء الله في شابتر جديد. بس اول ما راح نبتدي وادعمكم طبعا نشوف وش الاشياء اللي سويناها خلال الحلقة اللي طافت. طبعا اللي سويناه ان احنا طبعا كملنا الشابتر، فامتنع انت و7% من اللاعبين عن اخبار كالوس عن والدته، وثقت انت و89% من اللاعبين باصدقاء كالوس الجدد، وثقت انت و5% من اللاعبين بالسيد بيرك. اوكي هنروح الحين للي بعده. طبعا خلصنا اتوقع الفتره، فجينا الحين قربنا من فتره الصيف قريب، باقي شيء. صباح الخير. اوكي تونا داخلين يوم جديد، وهذا اليوم باذن الله راح يكون يوم مثالي. ما عندنا اكل، يا سلام سلم، ما معنا اكل. نسوي شاي على السريع، راح اعطيه بس شاي من الصبح في هذا اليوم الغير مثالي. زين عطاه. اوكي اكلنا، لا تقول لي بيروح الدوام بالطريقة هذه. المدرسة مليئة بالثلوج لا التي يمكنني اللعب بها. بيروح دقيقة بس. ما يمدي بيروح المدرسة بالطريقة هذه، أول يوم بيروحه وهو ملابسه متوسخة. يلا مو مشكلة. انزين نروح، وقت إضافي، تونا أول يوم بس أبي فلوس، أحتاج يا جماعة على فلوس، ما في حل يعني، ضروري نجمع لنا فلوس. فنرجع للبيت نشوف لماذا عدت في الوقت في وقت متأخر جداً. او ماي جاد كل شيء منتهي، لقد تاخر الوقت. يا ساتر، هل يمكنك قراءة قصة من اجلي قبل النوم؟ بالطبع. والله يا جماعة كل شيء تعيس، كل لا مستحم لا ماكل لا شارب ولا شيء، صح ولا شيء. اوكي زين نرجع نروح اليوم اللي بعد. اليوم اللي بعده ضروري اخليه ياكل، ضروري احممه. اشعر بجوع شديد، انها تثلج بغزارة، اللعب بالثلج لا بأس به. دقيقة ما عندي أكل، ألا يجب أن نتفهمها؟ أوكي يا عمي لازم الرسالة، مو وقته. دقيقة خلها الحين على جنب، دقيقة أنا متورط الحين، شيء عندي شيئين لازم أسوي واحد منهم. الرسائل ليست عني أليس كذلك؟ مو مهم الحين، دقيقة تعال. أوكي تعال هني، أنا أسوي لك أي شيء تاكله. المشكلة الحين ما بيخلوني آكل، شو أسوي الأكل وما أخليه ياكل، إيش الفائدة؟ يا الله عليك أن تكون هادئا ومهذبا. أتمنى لو لم يتوجب علي الذهاب إلى المدرسة وأنا جاع، لكن لا أريد أن أتأخر. عليك أن تكون هادئا ومهذبا. حسنا، بيروح المدرسة جوعان. زين سويت الأكل، خليه ياكل في الطريق. مو مشكلة. الحين لما يرجع بضبطه، تمام؟ فبروح للمنزل وبجي هني، في شيء جديد. اشتري له 5 من هذيله ونجي البيت. المدرسة والثلج غبي، أكرههم، أتمنى لهم وش صار؟ ألا يوجد إشراف على الأطفال في هذه المدرسة؟ ألا لا تتكلم بهذه الطريقة أرجوك؟ أوه لا، دعنا نغير ملابسك المبللة. ما في إشراف، إيش السالفة؟ البالغون يشاهدون هذه التصرفات لكنهم لا يهتمون، ملابسي مبللة كثيرا. أوكي تعال خذ هذا. اوكي اشعر بالبرد والالم. زين تعال، اعتقد انه لازم يجي هني حممه. الحين جوعان مليون، هو احنا ما نقدر ناكله. حط له هذه فوق، حط له هذه هني. اشعر بتحسن بسيط حبيبي، لازم ياكل. شنو ليش ما اقدر اكله؟ او ماي جاد يا عمي، صار له يومين وماكل حبيبي، موت. مرحبا أنا أخت سيري واسمي آن، أعتذر عن عدم قيام والدي بالرد على خطابك، أعتقد أنهما على خطأ في حرمان كالوس من حقه الطبيعي وهو مع معرفة حقيقة والده. الأب اسمه هاينز فلايشر وكان يبلغ وقتها 19 عاما، ويبدو لي أنه يحب سيري حقا. أوكي مرحبا يا آن، شكرا جزيلا على ردك، هذا يعني لنا الكثير. هل يمكنني أن أطلب منك خدمة أخرى؟ أتعلمين من أين أتى هاينز في ألمانيا؟ هل يمكنك مساعدتنا في العثور عليه؟ رسل الخطاب. ما أقدر. أو ماي جاد، صار له يومين مو ماكل. ليلة سعيدة. صار له يومين مو ماكل يا جماعة. اليوم اللي بعد راح يصحى ميت، ما راح يصحى اصلا. شو راح يصحى ميت؟ اقول اشعر بالتوتر. توتر مين؟ تعال 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 تعال، انت مو ماكل من سنتين، اكل. اوكي اخيرا. اوكي وضعك سكت،
ايش تبي تقول شيء؟ اكل اصوات مضغ اكل. شكرا على الطعام لم استطع تناول المزيد. خلاص اوكي يبي يريح شوي. زين تعال هني نضبط شوي ونغير القصة حبة واحدة. هذه نفسها قبل شوي، خل هذه حاليا شكله صاير شاحب الأمانة. خلونا نلعب معاه شوي، بلعب معاه شوي، ما أدري شكله شوي متغير ولا شو تحسون يا جماعة؟ أنا أحس شوي شي شكله متغير. تمام، هم أعتقد أني وجدتها. وجدت ماذا؟ أعتقد أني وجدت طريقة لتغلب عليهم بدهاء الثعلب. فكما نعلم الثعالب شديدة الدهاء، لن يتمكنوا من تبليلي مجددا. هذا رائع، دعهم يرون أنك لست هدفا سهلا. لكن لا تورط نفسك في مشكلات، اتفقنا؟ مهلا، يجب أن تبتعد عن هؤلاء الأطفال، شجر لا يحل المشكلات. أوكي بس لا تورط نفسك. نعم سأذهب الآن. أوكي قلت له سوي اللي بتسويه بس لا تورط روحك، لا تدخل نفسك في مشكلة ما لها داعي. انزين نعدي على طول، نروح للمنزل طبعا، نرجع هني نجيب لنا شوية أكل، نجيب شوية نقانق ونرجع نروح البيت. أهلا بعودتك، لقد نجحت، تغلبت عليهم بدهاء الثعلب. عندما حاولوا ضربي هذه المرة لم أهرب كما فعلت عادة، فظنوا أنهم تمكنوا مني، لكن لم أشعر بالألم حتى، وبالكاد تبللت ملابسي أيضا. أوه الوضع يبدو جيدا، ماذا فعلت؟ وضعت أيدي أمام وجهي وتظاهرت بأنني سلحفاء، وعندما بدأوا في رمي الثلج نحوي أغمضت عيني بشدة ولم أشعر بالبرد إطلاقا. وات؟ لقد تمكنت من الدفاع عن نفسك على الأقل. يبدو أنك تغلبت عليهم بذكاء الثعلب بالفعل. أجل كان هذا رائعا. والله ما أدري إيش أقول يعني. خلني ساكت أحسن، وتعال أكل، اشرب لك شاي، غير جو، أوكي وبيروح هنا تثاوب. مع أن المفروض أخليه ما يروح، يعني يحاول قد ما يقدر أن يشرد عنهم، بس مشينا شوي الموضوع. في المستقبل لو صار أي شيء راح أقول له خلاص يعني تباعد عنهم قد ما تقدر. هنروح دقيقة خلنا أجهني بسوي هذه وبخليه يلبسها بكرة. خلاص ما اقدر اسوي شيء، خلنا نعدي اليوم. طبعا هو نام قبل شوي، نام بدون قصه، هذه المره نام على طول بدون ما يبي ولا قصه ولا شيء. فخلونا الحين نروح للشيء اللي بعده. انزين خلنا نشوف، لقد استيقظت، وش فيه؟ خلنا نجي هني نحول على الاكل ونعطيه هذا ياكل منه، ونعطيهم هذا ياكل منه، وخلونا نروح للغرفة هني ونعطيه الملابس الجديدة. ملابس هنا أحمر، لا يوجد دراسة اليوم. أوه اليوم ما في دراسة، هل حان وقت ذهابك إلى العمل؟ نعم سأذهب قريبا. حسنا أتمنى لك وقتا سعيدا، سأبقى هنا لحل واجباتي المنزلية. كفو عليك، أنا أروح الشغل، وما أعتقد أني بروح، يعني ما راح أطول في الدوام، إذا في طبعا وقت إضافي ما راح أروح. يب راح أرجع. خلنا نشوف. أوه أهلا بعودتك، هل يمكنك أن نلعب قليلا؟ نية أعرف ما سيجعلك سعيدا، ما رأيك أن نرسم؟ هذا جميل، فيلا اليوم نرسم رسمة جديدة. Let's go. رسمناها وخلصنا من الرسمة هذه. المفروض نحين نوعا ما صار أسعد، نعطي أكل وصار الليل. هل يمكنك الذهاب للنوم؟ يب روح نام الحين، عدي الليلة هذه خلي ينام، أراك غدا. يب نشوفك إن شاء الله بكرة. ف خلصنا من هالسالفة، أنا أقدر أروح ما في شيء في الرسائل، ما في شيء في الرسائل الأمانة. أنا بجي هني، بجي لهالمكان، بحاول أسوي شيء. سنار هذه ما يمدي. أوكي خلنا نعدي. ملاحظ إن هاليومين ما يبي قصص، ملاحظين يا جماعة ما قاعد يطلب قصص نهائيا، فالأمور ماشية بشكل عادي. حل الصباح، حزين لأن جاء الصباح، لأن الظاهر في مدرسة أو شيء مثل هذا، فهو حزين ما أدري. هل يمكننا الذهاب إلى الخارج؟ لا ما في مدرسة بالطبع. أود التحدث قليلا ومشاركة معلومات متعلقة بالأب. أوه عرفت المزيد عن معلومات عن والدك الآن، يدعى هاينز، قابل والدك عندما كان يبلغ من العمر 19 وكان يحبها. أوه
اوكي. والي يدعى هاي هاينز، يا له من اسم غريب، وكان يحب والدتي، لقد اعجبتني الامور. اي لكن عليك الاحتفاظ بهذه المعلومات لنفسك، وتبدو خالتك ان شخصا لطيفا جدا. تبدو اوكي، ربما يمكن ان نزورها قريبا، لدي المزيد من افراد العائله. يب فا اوكي، علمنا بعض المعلومات اللي ان شاء الله راح تفيدنا باذن الله. سوينا هذا حاليا، اوكي سوي بعد مره، سوينا سناره، اوه سناره صيد، يمكن الان صيد الاسماك اللذيذه. يب الحين تعال اكل، هم اكل، خلصنا الاكل اللي عندنا في البيت، نقدر نطلع. انا مستمتع كثيرا بخضار اليوم باكمله معك حبيبي والله. المهم خلنا نلعب معاه شوية كرة قدم، يعني نلعب شوي نغير جو. اوكي خذ بعد العب. اوكي خلصنا من هذا، الحين يا جماعة خلنا نشوف مع بعض وش راح نسوي. ما يمدينا نطلع، يمدينا نجي نسوي هذا. لقد تأخر الوقت، يجب أن نعود للمنزل. أنت محق يبدو أننا تأخرنا من الخارج في الخارج. يا عمي خلنا نشيل الأغراض، أنا رايح ترى عشان أشيل. اقترب وقت النوم، خلاص خليه يروح نام. تعال نام. هل يمكن قراءة قصة التي يحبها؟ بالطبع، يلا خلنا نقرأ قصته. يعني قد ما أقدر قاعد أحاول أقرأ دائما القصة اللي هو يبيها عشان نمشي الموضوع يعني بالطريقة هذه. فبراير، وصلنا 18 يوم الاثنين. مرحبا أنا سقط، عندنا رسالة، عندنا رسالة. أوكي ماذا نفعل بهذه الرسائل بكل الأحوال؟ مالك دقيقة أنت، خلك خلنا نرجع نسوي لليوم نقانق، أبى أشوف يعجبه ولا لا. نرجع هني، عطى الذي يجب أن نأكل هذا الطعام أكثر من ذلك. سأراك بعد المدرسة، عليك أن تجتهد اليوم. يوب سأحاول. نجي هني 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 ونعدي اليوم. طبعا بروح أنا بعد هذه، بروح للمحل بشتري منه أكل لا أنسى. هني خل نروح للمحل نشتري من عنده 5 بعد مرة واحدة، في أنواع جديدة من الأكل، ونرجع. انضرب ولا شنو؟ الأولاد الآخرون تنمروا علي مجددا، كانوا يقومون بدفعي وهم يضحكون، لكن أحدهم كان غاضبا جدا وقام بدفن رأسي في الثلج ولم يتركني عندما لم أستطع أن أتنفس، كان الأمر مروعا. ثم أتى برق وأنقذني وقام بتوبيخ المتنمرين فهربوا بعيدا. ركضت مباشرة إلى المنزل، كنت خائفا جدا. لا تعتمد على أن ينقذك هذا المعلم دائما، هذا تصرف لطيف لمعلمك، لو لم يحضر البرق لما توقف المتنمرون عن قيام بذلك. ما رأيك أن تستحم بالماء الدافئ من ثم نقوم بفعل شيء جميل؟ يلا الله يعين، الله يعين يا جماعة، أريد أن أستحم يا جماعة، الله يعين، والله وضع صعب، وضع صعب. أوكي حممناه، نرجع اللصقات مرة ثانية من جديد. لماذا كان الولد غاضبا مني ولم يتدخل المعلم؟ كنت خائفا جدا جدا. أنت بأمان الآن، لقد كنت محظوظ جدا، يسعدني أن معلمك تدخل في الأمر. نعم مشكلة، إحنا ما نقدر نتدخل بنفسنا، هو يروح يصير الشيء يرجع، فما في شيء إحنا نقدر نسويه بنفسنا للأسف الشديد، هاي مشكلة. خلي ياكل. أوكي أشعر بالنعاس، خلي يروح السرير حاليا. سيكون الجميع أسمع قصة ما قبل النوم. خلنا نقرأ القصة، نقرأ قصتها على السريع، وبشوف لو يمدينا نروح المكتب حاليا، نروح أشوف الرسالة، كأن في رسالة ما يمدينا أفتحها للأسف لأن الوقت متأخر. لو ما قرأت قصة كان يمدينا أفتحها، لأن عندي فضول بعد أبى أشوف وش موجود في الرسالة هذه. وينه؟ لست على ما يرام، يبدو أنك مصاب بالبرد، لا شيء خطير. هل أنت قادر على الذهاب إلى المدرسة؟ عليك البقاء في المنزل، لعلك أصبت بالتهاب رئوي. لا أخاف البقاء وحدي لأني أصبحت كبيرة، سأكون بخير، يمكنك الذهاب. دقيقة بس خلنا أجي هني. طبعا هو مريض اليوم، في الأنباء يمكنك تجربة تحضير هذا الحساء بقطع 400 جرام من لحم أوكي طبخة طبخة توقع علمونا طبخة الحين. أنا بروح الوظيفة ولازم ما أتأخر بما أن الولد مريض، ما ينفع ان انا اروح اتاخر في الوظيفه حقتي، فلهذا راح اخلص الحين برجع للمنزل على طول وبشوف ايش راح اسوي. نرجع هني نروح نشوف. مرحبا، كيف نمت كثيرا واشعر بتحسن بسيط، لكن من الافضل لو تناولنا بعض الطعام. هيا
فلنحضر لك بعض الطعام. حسنا. شينا خذ خذ وهم خذ. شكرا على الطعام. انزين الحين شو نسوي؟ خلي يجي نحممه طبعا. سعال اوكي مريض لانه لقد تاخر الوقت اليوم هذا بيخلصه طبعا. هو يعني دائما نام لانه مريض. هل يمكن اقرا قصه من اجلي؟ بالطبع ما عندي رسائل ما عندنا شيء، فبنقرا القصه الحين بس نمشي له الوضع ونحاول نعدي الشابتر هذا. خلنا نشوف وش راح يجينا. وصلنا حاليا تاريخ 20 فبراير يوم الاربعاء. خلنا نشوف اشعر بتحسن بسيط اليوم. هل تود المحاوله؟ يجب عليك البقاء في المنزل يوم اخر لنطمئن. يب ما راح يروح. اتمنى لك يوما سعيدا في العمل. متعمد ما راح اكيد ما راح اخليه يروح مريض وبعدين يتنمرون عليه وهو مريض راح تكمل السالفه. فلا خله في البيت ونروح كالعاده نشتري اشياء. لا هذا والله غالي، هذا الامانه غالي ما نقدر عليه. فنخلص بهالطريقه ونرجع البيت ونروح نشوف. اشعر بتحسن كبير، اريد ان استحم. خلنا ودي يستحم الحين. ايوه تعال نجيبه هني نعطيه من هذا الاكل. صح ان احنا قاعدين نكرر الاكل بس شو نسوي يا جماعه؟ هو افضل شيء. اريد الذهاب الى سرير. يلا اتوقع اليوم اللي بعده في الغالب راح يكون ان شاء الله زين وبنمشي. بالطبع اوكي كل شيء تمام. راح نقرا له قصه مثل كل يوم. اتوقع اليوم هذا اكيد اكيد ان شاء الله راح يكون زين وخلاص بنخلص موضوع انه قاعد يعاني. يلا خلنا نشوف تاريخ 21 فبراير كيف راح يكون يا جماعه الوضع مع اليوم الجديد. فنج عنده. اعتقد انني ما زلت مريضا، ربما مريضا بعض الشيء. هل يجب علي الذهاب الى المدرسه؟ لا لن اجبرك على الذهاب، شكرا لك. طبعا بس دقيقه ما يصير اخليه يروح ياكل. ثلاث ايام ترى، ثلاث ايام ما راح المدرسه، فممكن شوي تكون مشكله، بس شو نسوي؟ مشكلنا مريض. خلنا نجي نشوف. اوكي ارتفاع اسعار الصوف، لا يوجد حتى الان اتفاق مع تسعير الصوف. اوكي سعر الصوف راح يرتفع يا جماعه. الشيء اللي بعده ان اوكي خالته ردت. مرحبا سارة، ما اذا كان بامكاني العثور على اي مستندات تحتوي على معلومات التي طلبتها؟ هل يمكنني ايضا دعوتك الى لزيارتنا في هامس ما ادري شنو؟ يلا لا يودان اوكي والد ان والدي لا يعني يودان رؤيه كالس والتحدث معه او عنه، لربما سيساعد الالتقاء به في تعافي عائلتنا. اضغط شكرا لك يا انا. سيكون من الجميل ان نوافق الجدان على مقابلة كالوس. سيكون من الرائع أيضا أن يحظى كالوس بفرصة للتعرف على موطنه والالتقاء بخالته، ويمكن الحصول أيضا على إجازة أيام السبت. أطيب التحيات. فرسلنا على طول ودينا الرسالة مباشرة وروحنا على طول للوظيفة حقتي. فعرفنا حاليا أنه ممكن أن نزور خالته. تمام فراح يكون شيء جدا ممتاز جماعة إذا قدرنا نحن نزور خالته. لقد عدت إذن. أوكي سيد بيرغ يوسفني تعرض كالوس تنمر الشديد واشعر بالقلق حيال تغيبه عن المدرسه خلال الايام الثلاثه الماضيه. اريد ان اؤكد لك انني ساحاول حمايته من المتنمرين. ما هذا؟ ماذا كتب فيه؟ معلمك يشعر لا معلمك يشعر بالذنب بسبب ما حدث. انه معلمك اللطيف، ارايت انه يهتم لامرك. حقا اي قد يؤثر التغيب عن المدرسه سلبا في مستقبلك، ربما يمكنك يمكنها مساعدتك في المدرسه. وقد ذكر هنا انك طالبا مجتهدا حقا. واو هذا لطيف جدا. انزين يجب ان اذهب الى المدرسه غدا على ما اظن. يب نعطي شويه اكل. اتوقع انه تغيرت نفسيته لو لاحظت يا جماعه، فخلاص هو مستعد اتوقع انه يروح اليوم اللي بعده للمدرسه. بيكون شيء ممتاز. خلاص انا متعب، نوديه يروح ينام ونعدي اتوقع الليله هذه. طابت ليلتك. في شيء هني؟ ما في شيء. إذا يا جماعة أتوقع إن احنا راح نوقف هني. لا تنسوا يا حبايبي زر اللايك والاشتراك معنا في القناة وخلكم متحمسين للحلقات الجاية. نشوفكم على خير بإذن الله ومع السلامة. اللايك أمره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم، هذا جيشنا يا عم، والأسيار أسطورة تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.